بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنرحب بيكم النهاردة في المحاضرة رقم 6 من برنامج التوحد المقدم من خلال أكاديمية ملتقى الدارين للتعليم المجاني عن بعد.
لو خرجوا عادي تدفي بقى. Então, assim, nos bebês, os posicionamentos é que são, que indicam o que eu vou usar. Ah, e a criança? Então, por exemplo, uma criança que tá começando a fazer transferência para andar. Eu uso muito a piscina de bolinhas, onde eu trabalho. A transferência dela aqui, né? Que ela vem engatinhando pelo estímulo da luz e da piscina, onde ela vai querer levar. Outros fatores também. É um bebê que não tem o رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنرحب بكل الحاضرين والحاضرات معانا النهاردة في المحاضرة رقم 6 من برنامج التوحد المقدم من خلال أكاديمية ملتقى الدارين للتعليم عن بعد. أهلا وسهلا بيكم، وإن شاء الله نستمتع مع بعض النهاردة. اتكلمنا الأسبوع اللي فات عن إحدى طرق علاج التوحد، وهي طريقة سانرايز. شفنا مقاطع فيديو واتكلمنا في حاجات كتير. طبعا الموضوع اكبر من كده، بس انا عشان الوقت وعلشان خاطر المحاضره اللي فاتت مننا الاسبوع اللي فات ومحاضره امس، فالنهارده هنتكلم باذن الله في العلاج باستخدام استراتيجيات التكامل الحسي، وهنشوف مع بعض مقاطع فيديو، وان شاء الله هنناقش كل حاجه وهنستقبل استفساراتكم في نهايه المحاضره. طبعا التكامل الحسي معناه استقبال الإنسان للمعلومات من الحواس المختلفة وإرسالها إلى الدماغ، ثم معالجتها وإعطاء الاستجابة المناسبة لهذه المعلومات. أهلا وسهلا بيكم. معلش يا ريت نركز كلنا في المحاضرة ونخلي أي كلام أو أي مناقشات في النهاية. طبعا مكونات عملية التواصل الحسي عند أي إنسان هي البصر والسمع واللمس والتذوق والشم. أيضا هنضيف الحركات والاتزان الجسدي أو التوازن في وضع الجسم. الكلام ده كله مفيد جدا بالنسبة لأطفال التوحد، وهنعرف دلوقتي ليه هنستخدم
العلاج بالتكامل الحسي، ويعني ايه تكامل حسي وازاي هنستخدمه مع الاطفال. اهلا وسهلا بالباحثة الصغيرة، بنرحب بالجميع وان شاء الله الكل يستفيد وتكملوا معانا. في نهاية المحاضرة يعني انا حاسة ان في النهاردة مشتركين جدد، ممكن تتواصلوا مع الدعم الفني وتعرفوا طريقة التسجيل وطريقة التكميل معانا بإذن الله. طبعا مكونات أي عملية تعلم بالنسبة للإنسان عبارة عن مدخلات ومعلومات ومعالجة ثم مخرجات. طيب يا ريت نركز مع بعض. طبعا معروف إن أطفال التوحد موجود عندهم خلل في عملية التكامل الحسي، بمعنى إن عندهم خلل في استخدام الحواس، جميع الحواس، وفي بعض الأطفال بيكون عندهم خلل زائد مثلا في حاسة البصر أو حاسة السمع أو اللمس. فده اللي هنعرفه النهاردة مع بعض. يعني مثلا ألاقي طفل عنده حساسية للصوت، مش بيقدر يستحمل إنه يسمع أي صوت عالي أو أي صوت قريب من أذنه. في طفل عنده حساسية لللمس. في بعض الأطفال مش بتقدر تستحمل الملابس، يعني حتى الملابس بما يعني أنواع معينة من الأقمشة أو أنواع معينة من الملابس مش بيستحملوها. فعلشان كده وجد نظام العلاج بالتكامل الحسي، ومكتشف هذا النظام أو مكتشف هذه النظرية هي الدكتورة جين أيرس، وهي أخصائية علاج وظيفي، واكتشفت النظرية دي في عام 1972، وبدأت تطبق استخدام نظرية التكامل الحسي مع الأطفال أو مع أطفال التوحد بالتركيز على حاستي التوازن واللمس. يعني أكتر الحواس اللي هي ركزت عليها في البداية التوازن واللمس، إن في أطفال كتير بيكون عندها خلل في الاتزان، وأطفال كتير بيكون عندها حساسية زائدة أو حساسية ناقصة من ناحية اللمس. يعني في طفل من أطفال التوحد يكون عنده مثلا تبلد في الإحساس أو المشاعر، يعني الطفل لو مثلا وقع أو يعني لو طاح على الأرض لا يشعر بالألم ولا يتألم ولا يستجيب، أو العكس، في طفل يكون حساس جدا مجرد اللمس ممكن الطفل يبكي أو يزعل. فمهم جدا العلاج بالتكامل الحسي، بس يعني أنا من وجهة نظري إن إحنا لما نعالج أو لما ندرب أطفال التوحد ما نستخدمش أو لا نعتمد فقط على التكامل الحسي، يعني هو يعتبر جزء من منظومة علاج التوحد أو يعتبر جزء هام من طرق علاج التوحد أو طرق تدريب أطفال التوحد. طبعا ايه هي مظاهر الخلل في عمليه التكامل الحسي عند الاطفال او عند اطفال التوحد؟ اول حاجه المجال البصري. المجال البصري اللي هو التواصل البصري او متابعه المؤثرات البصريه. طبعا بنجد اطفال كتير من اطفال التوحد يفتقدوا التواصل البصري، بمعنى النظر داخل العين. معلش يا جماعة يا ريت نركز في المحاضرة أو يا ريت نقفل الشات. أستاذ طارق أستأذن حضرتك لو نقفل الشات ونخلي الأسئلة بعد كده. طبعا لسه في ناس كتيرة بتدخل، بس أنا مش عايزة أطول عليكم النهاردة عشان في ناس بعتتلي إن عايزين وقت المحاضرة يكون قصير النهاردة، فإحنا هنحاول إن شاء الله نقول كل حاجة عن التكامل الحسي في محاضرة النهاردة. إحنا كنا بنقول إن الخلل في عملية التكامل الحسي عند أطفال التوحد يرتبط بالمجال البصري، إن أطفال التوحد أغلبهم لا يستخدم المجال البصري لجميع المؤثرات البصرية بشكل طبيعي أو بشكل ملائم. ايضا يفتقد مهارات التواصل البصري او الاي كونتاكت، وهو النظر داخل العين. كمان بيفتقدوا المتابعه البصريه او التركيز، يعني بمعنى ان انا لو بعمل نشاط او بادي تدريب للطفل ممكن الاقي الطفل مش بيركز ببصره فتره طويله او مش بيتابع النشاط متابعه جيده يخليه يتعلم او يفهم النشاط بشكل جيد.
عندي بعد كده إن أطفال التوحد يوجد لديهم خلل في المجال السمعي، وده اللي إحنا بنلاحظه في بعض أو في أغلب أطفال التوحد، إن عندهم مشكلات متعددة في مجال التكامل السمعي والذاكرة السمعية. وده طبعا بيظهر من خلال إيه؟ إن الطفل بيكون عنده حساسية من الأصوات. أيضا الطفل لا يستجيب لأصوات الآخرين أو لا يستجيب لأصوات البيئة المحيطة. كمان في بعض أطفال التوحد بيتعرضوا لاضطراب عند سماع أصوات معينة أو أصوات متنوعة، وفي بعضهم بيميل إلى الموسيقى والكلام بطريقة منغمة. أيضا بعضهم يضطرب عند انخفاض الصوت أو ارتفاع درجة الصوت. عشان كده التكامل الحسي بيقوم باتزان في عمليات الحواس عند الطفل أو عند أطفال التوحد، سواء المجال البصري أو المجال السمعي أو الحسي. عندي بعد كده لو قلنا مجال التذوق، بيلاحظ إن في اضطراب لدى أطفال التوحد في مجال التذوق. بمعنى إيه؟ إن في أطفال يميلوا لوضع أشياء غير مخصصة للأكل في الفم. دي طبعا يعني ظاهرة ملحوظة ومتكررة بشكل جامد جدا، إن أطفال التوحد أي شيء قدامه بيحطه في فمه، ودي بتبقى أغلب شكوى الأمهات، سواء الشيء ده قابل للأكل أو لا. أيضا بعضهم بيميل إلى الأطعمة المحلاة فقط ويمتنع عن الأطعمة المالحة، والعكس في بعضهم بيميل إلى الأطعمة المالحة ويمتنع عن الأطعمة المحلاة. طبعا في مشكلات كتيرة بتنتج أو اضطرابات حسية بتنتج عن المشكلات السابقة، منها 1 العناية بالنفس، إن الطفل يواجه صعوبة في الانتقال من الغذاء السائل الذي كان يتناوله في زجاجة الحليب إلى طعام المائدة أو إلى الطعام الصلب. وطبعا دي مشكلة بتواجه أمهات كتير وبتواجه أطفال كتير. أيضا بعض الأطفال قد يرفض المضغ أو البلع ويرفض التعلم كمان، يعني يرفض إن إحنا نعلمه طريقة المضغ أو البلع ويحاول أن يتقيأ. يمكن في أمهات كتير مرت بالتجربة دي، أو إحنا من خلال عملنا كأخصائيين توحد أو مدربين ومدربات بنقابل الأطفال دي كتير جدا. كمان بنمر بمشكلات مع أطفال التوحد في مراحل التطور العمرية، إن هو بيرفض المساهمة للعناية بالنفس، بمعنى الاعتناء بالملابس أو الاعتناء بالمظهر، وبيرفض أيضا تغيير الملابس، وأحيانا يرفض تناول الطعام. طبعا التكامل الحسي بيعالج المشكلات دي كلها بشكل تدريجي، وهنشوف دلوقتي من مقاطع الفيديو هنعرف ازاي. طبعا التكامل الحسي ايضا بيعمل على القضاء على مشكلة الانتاجية. والمشكلة دي ازاي؟ ان الطفل او طفل التوحد لا يقوم باللعب من تلقاء نفسه، او لا يتظاهر باللعب، لانه لا يوجد عنده القدرة على التخيل في كثير من الالعاب والانشطة. كمان لا يستطيع القيام بتقليد اللعب الاجتماعي المناسب لعمره. لا يستطيع أيضا اللعب مع الأطفال أو الاختلاط مع الأطفال اللي بعمره أو أصغر أو أكبر، ويفضل طبعا أو عادة اللعب بمفرده. عشان كده التكامل الحسي بيقضي على المشكلات دي، وبيخلي الطفل يندمج شوية مع الأطفال أو يبدأ يتعود إن هو يخرج من وحدته ويلعب مع الأطفال أو مع الأب أو الأم. لو قلنا التكامل الحسي هيعالج إيه في الجانب الجسمي أو الجانب الجسدي عند أطفال التوحد، طبعا في بعض من أطفال التوحد، أو أنا بعتبرها نسبة بسيطة، بيعانوا من ارتخاء في العضلات أو ضعف في العضلات وعدم القدرة على التوازن. ممكن ألاحظ ده في مشية الطفل، يعني ألاقي الطفل بيمشي مشية غير منضبطة أو الاتزان عنده ضعيف شوية. ممكن ألاحظ في استخدامات اليد، بمعنى إن عنده ضعف في العضلات الدقيقة، مسك الأشياء أو مسك القلم فيما بعد أو استخدامات الأصابع الدقيقة. طبعا ممكن ألاقي كمان عدم ثبات في مفاصل الرقبة أو العضلات أو بعض المفاصل القدم أو الذراعين. فده بعالجه برضو من خلال جلسات التكامل الحسي للأطفال. طبعا بيتجنب بعض الأطفال الأنشطة اللي تمارس فيها جهد جسدي، وده بينتج عن ضعف العضلات أو ارتخاء بعض عضلات الجسم لديهم. ودي يمكن نسبة بسيطة جدا من أطفال التوحد هي اللي بيكون عندها المشكلات الجسدية دي.
فنجد مثلا، ثواني انا عايزه امشي بس علشان تبقوا متابعين مع الوورد. صفحة الوورد واضحة قدامكم كلكم؟ طبعا احنا مش هنطول كتير في الجزء النظري، بس انا بحاول اعوض المحاضرة اللي فاتت. تمام. عندي بعد كده ان الطفل قد يعاني من اختلال في التغير الحسي من عدم وجود خلل في الجهاز العصبي، وفي امثله على ذلك. واحد، قد يتصلب جسم الطفل عند حمله او ضمه ويؤدي الى رد فعل حسي دفاعي عن الطفل. طبعا ده بنلاحظه من اطفال كتير، في كتير جدا من اطفال التوحد بيرفض ان انت تحمله او تضمه، لكن من خلال التكامل الحسي او من خلال تدريبات التكامل الحسي اللي هي ممكن تتم في المنزل ايضا، هلاقي الطفل بدأ يستجيب وبدأت تتحسن عنده السلبيات دي. ايضا قد يبحث الطفل عن كثير من التغذية الراجعة لجهاز التوازن عن طريق الحركات الدورانية والمغزلية. بمعنى ايه؟ ان الطفل اللي بيكون عنده خلل في الجهاز العصبي او الجهاز العضلي، هلاقي الطفل ده بيؤدي الحركات التكرارية اللي هي عبارة عن الدوران حوالين نفسه. يمكن أكتر حاجة أثرت في أطفال التوحد من خلال جلسات التكامل الحسي اللي هي حركة الدوران حوالين النفس، وحركة اللعب بالإيد أو الأصابع أو القدم اللي هي بتندرج ضمن الحركات التكرارية. عندي كمان مشاكل عقلية عليا بتعالج من خلال التكامل الحسي. واحد، أن الطفل قد يظهر اهتمام غير عادي بواحدة أو ناحية الوقت أو التركيز. بمعنى أن الطفل يظهر أيضا اهتمام غير عادي بنوع معين من الأشياء وقد يهمل الكل. قد يعاني أيضا الطفل من صعوبات أو اختلال في التعلم، مثل عدم القدرة على القراءة بسبب ضعف القدرة على التكيف مع المثيرات العصبية الحسية. ده طبعا بالنسبة لأطفال التوحد اللي هم في مراحل التعليمية المختلفة. أيضا قد تكون القدرة لدى الطفل على الانتباه ضعيفة جدا، مع التواصل البصري ضعيف أيضا نتيجة خلل في قدرة الجهاز العصبي على التكيف. قد يعاني أيضا الطفل من عدم القدرة على الانتباه في مهمة معينة لفترة طويلة، مع عدم القدرة على التركيز. طبعا بيكون في كمان مشاكل نفس اجتماعية أو مشاكل نفسية ومشاكل اجتماعية، وهي عدم القدرة على التواصل غير الكلامي أو التواصل التعبيري، مع عدم الرغبة في التعامل مع الناس أو التعامل معهم للحظات. كأن يبدي الطفل عدم الرغبة في التعامل مع الأطفال الذين في نفس عمره. طبعا لا يشير الطفل إلى الأشياء التي يهتم بها الناس أو يحضرها. أيضا من المشاكل التانية اللي هي مشاكل التأخر اللغوي أو عدم القدرة على الكلام، مع عدم محاولة الاستعاضة عنها بطرق تواصل أخرى كاستخدام إيماءات الجسد أو لغة الجسد أو التقليد. وقد يكون الطفل صامتا طوال الوقت أو يتحدث بلغة خاصة به. طبعا كل المشكلات دي بتعالج باستخدام التكامل الحسي. طبعا هنا كاتب الجوانب العلاجية المقترحة، يعني ازاي انا هعالج الطفل او طفل التوحد من المشكلات دي كلها. اولا المجال البصري، لابد من استخدام استراتيجيات بصرية تجذب انتباه الطفل وكذلك تساعده على زيادة مدة التواصل البصري مع الاشياء. المفروض طبعا مع الاشياء ومع الاشخاص كمان، يعني انا بضيف هنا على الجزئية دي ان انا من خلال جلسة التكامل الحسي أو من خلال الجلسة اللي بعملها في غرفة السنسوري روم أو غرفة التكامل الحسي اللي هي اسمها سنسوري انتجريشن ثيرابي،
بحاول ان الطفل يتواصل بصريا مع الاشياء ويتابع الاشياء بصريا ويتواصل بصريا معايا كمدرب او مع الاب والام. عندي ايضا المجال اللمسي، يمكن ان نتعامل مع المشكلات في الجانب اللمسي من خلال التدريبات او الاداءات التالية. 1، اللعب في الماء. طبعا الغرفة بتكون مجهزة بركن خاص او كورنر، في زي صحن كبير كده موجود فيه مية واسفنجة، خلي الطفل يمسك الاسفنج ويضغط عليه ويلعب في المية عن طريق لمس الماء، او ممكن اغيره درجة حرارة الماء يكون ماء بارد او ماء حار. ايضا من خلال اللعب في الرمال والطين بيكون في ايضا علب كبيرة او صحون كبيرة جدا بتباع في مكتبات الاطفال او بتباع في المؤسسات الخاصة بتجهيز مراكز او مدارس الاطفال مخصصة لوضع فيها الرمال او الطين. ايضا بوفر في الغرفة دي بعض الاوجه الناعمة او الاوجه الخشنة، ممكن اوفرها باستخدام اقمشة او باستخدام العاب معينة بخلي الطفل يلمسها. أيضا استخدام بعض الأجهزة التي تحدث اهتزاز في أماكن مختلفة من الجسم مثل الأقدام أو الأرجل، واستخدام أنماط معينة من الملابس. الحروف والأرقام النافرة المصنوعة من البلاستيك والخشب طبعا دي موجودة برضو في المكتبات أو في محلات لعب الأطفال، ممكن تكون محطوطة على الأرض بخلي الطفل يكون حافي أثناء الجلسة ويمشي عليها. بحط له حاجات مثلا تكون ناعمة أو حاجات تكون فيها سائل شوية أو حاجات خشنة علشان أبدأ أعالج أو أبدأ يعني أقضي على مشكلة المجال اللمسي أو المجال الحسي عند الطفل. طبعا احنا زي ما احنا عارفين ان الهدف كله او الهدف النهائي من كل التدريبات دي او استخدام العلاجات دي ان انا اقرب الطفل التوحد الى اقرب ما يكون من الطفل الطبيعي، وده طبعا الهدف اللي انا بستخدم عشانه مختلف الطرق علشان أخلي الطفل يتخلص من مشكلاته ويتخلص من سلوكياته السيئة ويتحسن معايا ويستجيب في السلوك ويستجيب في التعلم بإذن الله. أيضا في طريقة تانية اللي هي تحميل الطفل بعض الأوزان لكي يحس بالعضلات، ممكن أخليه يمسك أوزان ثقيلة أو أوزان خفيفة على إيده أو على رجله أو يحملها كليا. هنشوف طبعا من خلال مقاطع الفيديو وهنطبق الكلام ده أكتر من خلال مقاطع الفيديو اللي هنشوفها مع بعض. ايضا المجال الذوقي او التذوق، بنحاول ان احنا نزود الطفل بكميه قليله من الماء ونطلب منه المضغ، كما يفضل تعريض الطفل لانماط ذوقيه متنوعه. طبعا بنحاول ان احنا في الغرفه دي نكون مجهزين زجاجات معبأة مثلا بحامض ليمون وزجاجات عصائر وزجاجات فيها شيء مثلا مالح او شيء حار شويه علشان اخلي الطفل يتذوق، يعني كل مره اخليه يتذوق حاجه معينه واقول له مثلا ان دي حلوه او دي حامض او لاذع واشوف ردة فعل الطفل. طبعا التنبيه الحواس مهم جدا جدا لتنميه المخ. في كمان مذكره، انا عشان يعني بحاول ان اديكم كل حاجه خاصه بالتوحد، في مذكره اسمها العلاج بتنميه الحواس او تنميه المخ وتنميه الذكاء من خلال تنميه الحواس، دي كمان بتستخدم مع أطفال تانيين أو أطفال حتى طبيعيين، بتساعد على تحفيز المخ وتنشيط المخ، واللي إحنا بنستخدمه أكتر مع أطفال التوحد وبيفيد جدا في استجابة الطفل وتحسن السلوك وتحسن فرص التعلم لديه. أيضا في طريقة الوضع الجسمي والحركات الإيمائية، إن أنا بخلي الطفل يكون في وضعيات جسمية تسمح بأداء مهمات مناسبة للضغط وبشكل بسيط على الجسم مع تحريك بعض أعضاء الجسم. يعني ممكن إن أنا بخلي الطفل في وضع معين وأخلي فيه شيء مثلا فوقيه أو تحتيه وأبدأ أحرك بعض الأعضاء، ممكن أحرك الذراع مثلا، أمسك ذراعه وأبدأ أحركه لأعلى. طبعا المفروض اللي بيقوم بالجلسة دي اسمه أخصائي العلاج الوظيفي اللي هو اسمه يعني اكيوبيشن ثيرابي، يعني دي محتاجة طبعا برنامج لوحده أو محتاجة دورة تاني لوحدها بعيدة عن دورة التوحد. إن العلاج الوظيفي ليه مهمات وليه أسس مختلفة شوية عن علاج التوحد، بس المفروض اللي بيستخدم التكامل الحسي مع أطفال التوحد هو أخصائي العلاج الوظيفي علشان بيكون عنده خلفية أو بيكون عنده طبعا من خلال دراسته ومن خلال تطبيق العملي ازاي هيمسك الطفل، عشان ممكن لا قدر الله يعني لو اي حد عمل الجلسه دي ممكن يمسك ذراع الطفل بطريقه خاطئه يسبب له مشكله، او القدم او الراس او الرقبه،
فطبعا لازم اللي يقوم بعمل الجلسة دي يكون حد متخصص جدا ويكون عارف هو بيعمل ايه كويس. فيا ريت يعني ما نجذبش او نحاول ان احنا نعمل خاصة جلسات الحركات او جلسات اللي فيها استخدام عضلات في مناطق الذراعين والاقدام او الوسط او الرقبة، علشان ما نبقاش بنعرض الطفل للخطر. عندي بعد كده، معلش عفوا، الاتصال المسهل. طبعا جاءت الحاجة لهذا النمط لأن الطفل المصاب بالتوحد. طبعا يعني ايه الاتصال المسهل هنا؟ يعني التواصل مع الطفل، ان انا مش هدخل الطفل الغرفة واخليه يشاهد اضواء او يشاهد مسيرات بصرية ويسمع اصوات ويتذوق كده وانا صامت. لا، لازم يكون في اتصال مع الطفل، لازم ان انا بتكلم معاه، ولازم اكون بشرح كل خطوة ان احنا مثلا هنعمل كذا او هنروح كذا. ومثلا لما اخليه يلمس اقول له شوف مثلا ده ناعم او ده خشن. لما يتذوق كمان هقول له مثلا ان الشيء اللي بتذوقه ده حار او حامض. لما نبدأ مثلا ننط او نعمل تمارين حركية في الجلسة هقول له مثلا هننط لفوق او هرفع ايدي لفوق او هرفع الرجل لفوق او هنزل ايدي تحت. فلازم يكون في اتصال مع الطفل علشان يتعلم التعبير عن نفسه ويتعلم القدرة على فهم الكلام اللي أنا بقوله والتطبيقات العملية اللي إحنا بنعملها داخل الغرفة أو أثناء الجلسة. طبعا إحنا مش هنطول كتير في الجزء النظري عشان في فيديوهات كتير عايزين نشوفها. هنشوف مع بعض كده مقطع فيديو. طبعا انا عملت مط للصوت. عندنا هنا من عيادة دكتورة جين ايرس اللي هي صاحبة نظرية العلاج بالتكامل الحسي. هنا بتتكلم ان هي ركزت على 3 حواس اضافية، ان الحواس الاساسية عند الانسان هي حاسة النظر والسمع، لكن هي ركزت على الحواس الاخرى اللي هي حاسة اللمس وحاسة الاتزان وحاسة التذوق. طبعا هنا عندي غرفة من غرف العلاج في العيادة الخاصة بيها. بتساعد هنا الطفل على العلاج بالاتزان، ان هو يجلس او ان هو يقعد مثلا على المربعات دي ويقعد في اوضاع مختلفة، ان هو مثلا بيكون المكان منخفض شوية وبعدين بنرفع المكان، بعدين بتخلي الطفل يحمل المربعات. لو خدت بالي هنا المربعات ملونة، فانا ممكن بعلم الطفل كمان من خلال التدريبات دي تمييز الالوان. يعني الجلسة بتكون مستخدمة لكذا هدف. احنا المفروض اللي مع الطفل ده اخصائي علاج وظيفي. طبعا هنا بتساعد الطفل على لبس اشرطة، والجهاز ده خاص بالاتزان. هنشوف دلوقتي هتعمل ايه مع الطفل، او هو الطفل طبعا لما بيتعود بعد كده. طبعا بلاقي اطفال التوحد بترفض تماما الجلسات دي او بترفض تماما الطرق دي في البدايه، لكن بعد كده لما يبدا يتواصل مع الاخصائي ويبدا يتعود عليه هيحب جدا الالعاب دي، وده بيكون من احدى المفاتيح او احدى الطرق للتواصل مع اطفال التوحد. طبعا زي ما انا شايفه هنا، بس يمكن الجلسة دي متقدمة شوية. يعني الطفل ده لو كان في البداية مش هيكون فيه استجابة أو تواصل كده. في البداية عادة الطفل بيرفض. طبعا هنا بتقول دكتورة جين، هنا بتقول إن الشخص المسؤول عن جلسات التضامن الحسي لدى الأطفال أو التكامل الحسي هو أخصائي العلاج الوظيفي الذي يجب أن يكون حاصل على شهادة في العلاج بالتكامل الحسي، ويستطيع أن يشخص الطفل ويشخص نواحي الخلل الحسي لديه، ويكون أيضا لديه دراية كاملة بتطبيق الاختبارات الخاصة بالتكامل الحسي، منها اختبار ميلر واختبار SIBT
طبعا زي ما قلنا الموضوع ده محتاج دورة لوحديها او محتاج برنامج تاني لوحده، ان شاء الله ربنا ييسر ونعمله مع أكاديمية ملتقى الدارين. معلش ثانية واحدة. أصحى. طبعا زي ما احنا شايفين هنا جلسة في غرفة التكامل الحسي مع أخصائية العلاج الوظيفي. طبعا الأسطوانة دي مسؤولة عن الاتزان أو تعليم الطفل الاتزان. طبعا بنستخدم في الجلسة أو بنستخدم في الغرفة ألعاب مختلفة مع الطفل حسب ما بيحدد أخصائي العلاج الوظيفي الخلل اللي موجود عنده، هل هو خلل حسي أو خلل في الاتزان أو خلل في التذوق أو في اللمس. طبعا ده بيتم من خلال عملية التقييم المبدئية للطفل، وبناء عليها بنحط خطة أو بنضع برنامج تدريبي للطفل. يعني مش بيكون دخول الغرفة كده عشوائي أو إن أنا بعمل أي حاجة مع الطفل، لا لازم يكون تحت أسس وقوانين وقواعد وخطوات وأهداف معينة بحاول ان انا احققها مع الطفل من خلال جلسات التكامل الحسي، وان انا في النهاية ان شاء الله بوصل للقضاء على المشكلات السلوكية والمشكلات اللي اتكلمنا عنها، وبوصل مع الطفل لعملية تواصل جيدة يبدأ من خلالها التعلم بالشكل السليم. هشوف بعد كده مقطع آخر. طبعا هنا بتتكلم ان الاخصائي في المراكز المتخصصه له دور هام في تقييم الطفل والمشاركه في الخطه التعليميه ومعرفه نقاط القوه والضعف لدى الطفل، وبالتالي وضع التمارين الخاصه التي تساعد الطفل على التغلب على المشكلات السلوكيه التي يواجهها. وان في تمارين كثيره جدا ممكن ينفذها كمان الأهل مع الطفل في البيت الذي لديه مشكلات في التكامل الحسي. طبعا زي ما احنا شايفين هنا الطفل مستمتع بالحركات دي. طبعا كل دي طرق وكل دي وسائل بتستخدم في جلسة التكامل الحسي، ان الطفل يشعر بالاتزان، الطفل يشعر بالحركة او طبعا زي ما شايفين هي بتمسك الطفل وبترميه على علامات او على مرتبة او مكان مخصص لاستقبال الطفل. يعني ما ينفعش ان انا امسكه كده وارميه في اي مكان. اتمنى يكون الفيديو واضح عند الجميع. طبعا هي اللعبة دي اللي على الأرض دي لعبة لضم الخرز. اللعبة دي بتساعد في تنمية العضلات الدقيقة أو عضلات الأصابع. الطفل المفروض يمسك الخيط ويبدأ يدخل الخرز فيه
دي كمان بتكون تابعة لجلسة التكامل الحسي، إن الطفل اللي بلاحظ عنده ضعف في عضلات الإيد أو ضعف في عضلات الأصابع بستخدم معاه ألعاب. طبعا الطفل هنا بيطلع لنا لعبة تانية، بستخدم معاه ألعاب وحاجات تانية مختلفة أثناء الجلسة، إن هو يستخدم عضلات إيده وعضلات الأصابع. وبالتالي كمان يعني بعلمه أهداف أخرى، يعني هنا مثلا في لوحة خشبية فيها وسائل مواصلات أو فيها الحيوانات، فببدأ أخلي الطفل مثلا يفك الأجزاء بتاعة اللوحة الخشبية ويضعها تاني مثلا مع التسمية أو مع التمييز بين كل عنصر من العناصر. فالجلسة بصراحة بتكون ممتعة جدا، يعني يمكن ربنا وفقني في بعض المراكز واقترحت على المديرة تصميم غرفة سنسوري روم أو غرفة تنمية حواس. يمكن استغرق تجهيز الغرفة حوالي 4 شهور، والحمد لله يعني وفقنا إن إحنا نضع في الغرفة كل حاجة تفيد الطفل. يمكن شوية كان ناقص حاجات الاتزان، عشان دي كانت محتاجة أخصائي علاج طبيعي او اخصائي علاج وظيفي، فدي شويه كانت ناقصه عندنا، لكن احنا كنا مجهزين المسيرات البصريه والسمعيه والبروجيكتور، وكانت بصراحه ممتعه جدا ومفيده جدا لاطفال كتيره استفادوا منها، واطفال كتيره اتحسنوا في التواصل البصري واتحسنوا في تعديل السلوك عندهم وانخفاض السلوك الانفعالي. ان الطفل يعني بيدخل عالم غريب او عالم جديد شويه، هنشوف نماذج مختلفة لغرف تاني مختلفة، وهنشوف تدريب الطفل فيها بيكون ازاي دلوقتي حالا. طبعا زي ما انا شايفة هي هنا بتخلي الطفل يلعب لعبة الاتزان، وكمان بيلعب لعبة أخرى تساعد على تنمية المهارات الحركية الدقيقة أو مهارات الإيد، إن هي ماسكة لعبة أو ماسكة عفوا علبة وبتخليه يجمع الأجزاء المتناثرة ويضعها في العلبة. طبعا طفل التوحد لو نجحت معاه داخل الغرفة على تأدية التمارين دي وتأدية التدريبات اللي أنا هحطها له من خلال البرنامج، هنجح جدا في التواصل معاه، وهيتحسن أكيد في اللغة وهيتحسن في السلوك. يعني فعلا مهم جدا العلاج بالتكامل الحسي، أو مهم جدا جلسة التكامل الحسي للطفل في تقوية التواصل أو تنمية التواصل عند الطفل، سواء تواصل بصري أو تواصل لغوي. لكن أهم حاجة طبعا بنأكد عليها الاستمرار لغاية ما نحصل على نتيجة، إن أغلب أطفال التوحد بترفض تماما دخول الغرفة أو بترفض أي تدريب، سواء تدريب حركي أو تدريب سمعي أو تدريب بصري. في أطفال لا تستجيب بسهولة، فأنا بحاول أركز مع كل طفل وأشوف إيه المفتاح اللي أنا هستخدمه مع الطفل. يعني في طفل بيحب التنبيه السمعي، في طفل بيحب المثير البصري، في طفل بيحب الحركة. طبعا هو واضح هنا ان ده مش غرفة، يعني واضح هنا ان ده جزء من البيت، عاملاه غالبا ان دي ام يعني عاملاه في البيت. طبعا معلش ان انا بنزل مقاطع الفيديو وبحاول اجمع لكم اكبر قدر من المقاطع فيها كل حاجة عن الموضوع الخاص بالمحاضرة. يعني فواضح هنا ان ده بيت، وان دي الام عامله للطفل الادوات وعامله له الاشياء اللي هتستخدمها معاه في التكامل الحسي. طبعا هنا بتدربه على حاسه اللمس. طبعا هو واضح عندي ان الطفل ده مدرب كويس جدا. معلش استاذ طارق استاذن حضرتك افتح الشات، عشان انا كده حاسه اني بكلم نفسي، مفيش اي تفاعل يعني مع الحاضرين. انا عارفه ان اكيد كلكم عايزين تتكلموا. تمام ايوه كده، يعني انا حاسه اني قاعده بكلم نفسي بصراحه من بدري. تمام، يعني اتمنى تكون محاضره مفيده، واتمنى ان كلكم تكونوا مبسوطين. طب الحمد لله، الحمد لله. خلاص نركز في الفيديو مع بعض. هنا بتدربوا على حاسه اللمس، ان هي بتحط له تحت القماش، بتحط له حاجات مختلفة الملمس، حاجات خشنة مثلا وحاجات ناعمة، حاجات مثلا فيها سائل شوية. تمام، شكرا يا أستاذ طارق، بنشكر حضرتك جدا وحضرتك منورنا النهاردة.
شوف هنا بتعمل ايه، هنا بتنمي عنده حاسة اللمس. طبعا المفروض ان انا في البداية لما اعمل التمرين ده مع الطفل بعمل ايه، بحط له الاول حاجات خشنة واخليه يمسكها، وبعدين حاجات ناعمة، وبعدين حاجات مثلا مبللة او حاجات فيها ماء او حاجات فيها سائل. بعدين لما الطفل يتقن الهدف كويس جدا ويتدرب كويس ويستجيب، هبدأ ألخبط الحاجات دي كلها مع بعض، وأطلب مثلا أقول له إيه عشان أتأكد إن الطفل أتقن الهدف، أقول له مثلا إديني حاجة ناعمة، أو إديني مثلا حاجة تكون خشنة أو حاجة فيها مية، وهكذا. طبعا يمكن المقاطع اللي إحنا بنشوفها النهاردة دي الأطفال مدربة كويس جدا. هنحاول نشوف مقطع تاني. برضو هنا عندي دي غرفة في بعض المراكز، برضو غرفة تكامل حسي. طبعا في بعض المراكز اللي بيكون موجود في الغرفة أكتر من أخصائي وأكتر من طفل، إن الغرفة المفروض بتكون مكونة من كذا ركن. بيكون في مثلا ركن لتنمية المهارات أو العضلات الدقيقة زي ما أنا شايفة، بيكون فيها ركن للمثير السمعي، بيكون فيها ركن مثير بصري، ركن للتذوق. ففي بعض المراكز بتعمل على مثلا دخول عدد من الأطفال مع بعض أو عدد من الأخصائيين في حال زيادة الأعداد. طبعا هنا الأخصائي بيسجل ملاحظاته أو بيسجل استجابة الطفلة، دي حاجة مهمة جدا. طبعا اللعبة دي كلنا عارفين إن هي بتعمل على تنمية المهارات الدقيقة. هذا ده الركن البصري اللي بيساعد على تنمية المتابعة البصرية. هنا كمان بيخليها تلمس الضوء علشان تتحسس الحرارة أو تحس إن في فرق بين الشيء الحار أو الشيء البارد. برضو اللعبة دي موجودة على الجدار، أنا بتمنى صراحة إني أوفرها في المراكز اللي عندنا هنا، لكن للأسف يعني ما شفتهاش غير بره. طبعا غرفة السنسوري روم أو غرفة التكامل الحسي أو تنمية الحواس بتكون مليئة، ده هنا ركن القوة بيساعد كمان على تحسس الطفل، بيتحسس في بعض بيستخدم كور ضاغطة أو كور ذات وزن ثقيل، وفي البعض بيستخدم الكور الخفيفة. كل الهدف من الحاجات دي إن أنا أنمي التواصل عند الطفل وأنمي الإحساس. وكل الحاجات اللي بستخدمها في غرفة التكامل الحسي بتعمل على تنمية المخ وتنمية عدد كبير من الخلايا ومن الحواس لدى الطفل، اللي بتؤدي في النهاية إلى التناسق أو التناغم الطبيعي، أو إن الطفل بإذن الله يتحسن ويكون بإذن الله قابل للشفاء التام اللي كلنا بنأمل فيه بإذن الله. هنشوف مقطع تاني. طبعا هنا الطفل بيتلمس، قاعد في حوض فيه أشياء خشنة، هنا بيحاولوا إن هما يسكبوا أو يكبوا الحاجات عليه من على راسه، إن هو يمسكها بإيده. طبعا ده جزء من الدرس أو ده جزء من التدريب بالتكامل الحسي. طبعا شايفين الطفل مستمتع جدا. يمكن في بعض التمارين البسيطة اللي احنا ممكن نعملها مع أولادنا في البيت أو نعملها مع الأطفال في الجلسات، بس زي ما بقول لكم بحذركم من تدريبات التوازن أو التدريبات العضلية، لازم تكون من خلال أخصائي علاج طبيعي أو أخصائي علاج وظيفي. طبعا حاطين للطفل هنا لو نلاحظ حاطين أهداف أخرى، يعني شوف هنا بستخدم اللعبة أو بستخدم التمرين بعلمه حاجات تانية، بعلمه عربية أو سيارة، بعلمه يمسك الحاجات مثلا ويضعها في علبة أو في صحن. فأنا دايما بستخدم التدريب لكذا هدف مش هدف واحد. عندي هنا التنبيه الضوئي. حاضر، هنتكلم عن السمع حالا. احنا دلوقتي بنشوف تنبيه ضوئي أو استثارة بصرية للطفل. كان في حد في البداية بيسألني الغرفة دي تعمل تشتت؟ طبعا في البداية لا، ما بتعملش تشتت، ان اصلا الطفل اللي بدخله التنبيه الضوئي او التنبيه البصري بيكون عنده اصلا ضعف في المتابعة البصرية او ضعف في التواصل البصري مع الاشخاص او مع الاشياء.
فأنا لما بدخله غرفة فيها مثيرات بصرية زي اللي أنا شايفاها دلوقتي، هلاقي إن الطفل بدأ يركز ببصره ويتنقل ببصره من مثير لآخر. أنا صراحة الغرفة اللي عملتها كنت مخلية مهندس الكهربائي عامل لي مفاتيح بحيث إن المثيرات ما تشتغلش كلها في وقت واحد، بحيث مثلا إن أنا أفتح كل جزء أو كل جدار لوحده، إن كان كل جدار بيشمل مثير بصري معين، يعني كل جدار كان بيشمل شكل من الأشكال. هحاول إن شاء الله إن أنا أجيب لكم صور للغرفة دي، كانت جميلة جدا بصراحة وكنت مستمتعة جدا بتصميمها، ونزلت بنفسي مع المهندس واشتريت كل يعني كل الأدوات الكهربائية وكل المثيرات الضوئية اللي احنا عملناها على الجدار. فكنت عاملة مفاتيح تحكم لكل جدار علشان الطفل اللي يبدأ يركز ما يتشتتش، يعني الطفل اللي عنده التواصل البصري ضعيف جدا أو المتابعة البصرية ضعيفة، أول ما بدخله الغرفة بفتح له كل المثيرات البصرية. فطبعا الطفل بيكون، في طفل بيكون سعيد جدا جدا، وفي طفل بيكون كئيب جدا وبيفضل يبكي، في طفل بيرفض، وفي طفل يبدأ يستمتع بالتدريج. بعدين لما الاقي الطفل بدأ يركز وبدأ يحرك عينه، ببدأ ان انا اتحكم في مفاتيح الكهرباء، ان انا مثلا بفصل جدار واحد واخلي مثير واحد، اخلي الطفل مثلا كنا حاطين كرة اضاءات او اللي هي اسمها كرة الديسكو، كنا عاملينها في السقف، بنخلي مثلا الكرة دي تشتغل لوحدها، الطفل يبدأ يبص لفوق، بعدين اشغل جزء على الجدار، الطفل يحرك عينه. طبعا تخيلوا معايا الطفل لما يبدأ يحرك عينه مثلا من فوق لتحت او شمال يمين بانتظام، كل ده بيؤدي الى تناغم او الى انتظام في التطور او في النمو البصري عند الطفل. بالتالي من متابعة الجلسات بلاحظ تحسن جميل جدا في التواصل البصري مع الاشياء او التواصل البصري مع الاشخاص، ان الطفل بيبدأ يشعر ان في عالم بيضغط عليه او في عالم جذاب بيجذبه للانتباه وبيجذبه للتواصل. فطبعا اكيد ان الطفل مش هيقاوم وهيبدأ ان شاء الله يتواصل معانا من خلال جلسات التكامل الحسي. عندي بعد كده في فيديو تاني، طبعا هفتح لكم الصوت، ان الفيديو ده بالعربي من جمعية كيان. طبعا شايفين في مراية على الناحية التانية كمان،
برافو، ممتاز. تاني يا انجي فوق. لا يا انجي فوق 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 فوق. جبنا النور، هاتي النور تاني. برافو شاطر. معلش انا غصب عني، يعني بتمنى ان يكون كل المقاطع باللغة العربية، لكن للأسف احنا هنا مثلا ممنوعين من تسجيل الجلسات، واغلب المقاطع اللي بشوفها على اليوتيوب اثناء البحث بتكون مقاطع اجنبية. فيعني نتمنى كده ان شاء الله ان احنا في الفترة، عفوا، نتمنى الفترة اللي جاية ان احنا نشوف مقاطع باللغة العربية كتير. لا، الطفلة دي سي دي او شلل دماغي او ضمور في المخ، يعني كلها بتبقى مصطلحات زي بعضيها. فالبنت دي سي بي فعلا. طيب تمام يا استاذة سمر، اهلا وسهلا بيكي، منورانا. هنشوف المقطع اللي بعد كده. المقطع ده من مركز اكسبيريا، ده اكبر مركز لعلاج التوحد تقريبا في امريكا. دي اكبر غرفه تكامل حسي او افضل غرفه تكامل حسي تم تصميمها في العالم. هنا طبعا عندي مدير المركز بيشرح مع وجود الاخصائيين. برضو حاطط هنا جهاز للتحكم الصوتي. طيب معلش، الصوت واضح كده عند الكل؟ طيب معلش، يا ريت الناس اللي عندها صوت بيقطع تعمل ريفرش او تعمل يعني تقفل كل حاجة على الجهاز، تخلي بس الصفحة اللي فيها المحاضرة. معلش انا هحاول اني مش هطول عليكم. هنا زي ما قلنا دي غرفة تكامل حسي. دي مجموعة من الاخصائيين بيشرحوا لنا طريقة استخدام الغرفة، وبيشرحوا طريقة او بيشرحوا اجزاء التدريبات اللي هي بنعملها للطفل
في جلسة التكامل الحسي، وإن المثيرات هنا موزعة ما بين مثيرات صوتية أو ضوئية ومثيرات حسية. حاطين في الأرض أكياس، وفي البعض بيستخدم أجهزة فقاعات الصابون اللي هي بتكون أجهزة كبيرة أو ضخمة اللي هي بتطلع فقاعات بشكل مكثف للطفل. طبعا كل ده شرح للغرفة وشرح للأدوات المستخدمة، وعندي هنا ده جهاز تحكم. طبعا ده جهاز أحدث من اللي احنا عملناه في المركز عندنا، بيتحكم في نسبة الضوء وبيتحكم في الأجهزة أو في الحاجات اللي هتشتغل قدام الطفل. طبعا زي ما احنا شايفين حاجات جميلة جدا، وحاجات يعني ربنا يجعل فيها الفايدة كده لكل الأطفال. طبعا عايزه اقول لكم ان هو من السهل جدا اني اعمل ركن في بيتي بالنسبه لاولياء الامور. يعني انا كنت عامله غرفه لاولادي، غرفه سنسوري روم، فيها حاجات كتير جدا من المثيرات الصوتيه والضوئيه، وفعلا يعني هم استفادوا منها وما زالوا بيتدربوا فيها. طبعا هنا مهم جدا البلوكس او المكعبات دي او الكور علشان خاطر التوازن والاتزان والشعور بين الحاجات الثقيله والحاجات الخفيفه. كل دي هنا برضو دي رغاوي تقريبا صابون او حاجات ذات ملمس خشن او ملمس ناعم. نشوف المقطع اللي بعده. برضه دي جلسة تكامل حسي لطفل التوحد. طبعا شايفين هنا الطفلة قاعدة وماسكة في عمود الإنارة، في المراية كمان يعني بتشاور لنفسها في المراية. طبعا بعد كده لما الطفل بيدخل مع الأخصائي كذا مرة وبيبدأ يتعود على الغرفة، ممكن ان انا بعد كده بخلي الطفل يدخل وحده واراقبه، يعني اشوف الطفل هيستخدم الغرفه ازاي او هيتعامل ازاي مع الاشياء او المثيرات اللي موجوده في الغرفه. في اطفال كتير جدا بتحفظ او بتتعود على التدريب وبتبدا ان هي تنفذ بنفسها. طبعا في ملحوظة عايزة اقولها لكم، ان انا ممكن الاحظ بعض اطفال التوحد تتمسك بالمثير ومش عايزة تسيبه، فطبعا انا لازم فورا باخد الطفل. استاذة حميدة بتسأل ايه المناسب لكل طفل وعلى اي اساس. طبعا انا زي ما قلت في البداية لما بعمل تقييم للطفل، طبعا شايفين الجزء ده خاص بالعلاج الوظيفي او خاص بتنمية مهارات العضلات الدقيقة أو مهارات اليد. طبعا الجزء ده بيكون فيه إبداع كبير جدا جدا، يعني إحنا أبدعنا فيه في المركز لما قمنا بتصميمه. فطبعا يعني ممكن أحط في الجزء ده حاجات كتيرة جدا. أستاذة حميدة زي ما قلنا إن الطفل في البداية بعمل له تقييم وبعرف نقاط القوة والضعف، وبناء على التقييم ده بقدر أحدد إيه الحاجات اللي محتاجها الطفل ده. يعني هل الطفل عنده خلل في حاسة البصر، خلل في السمع، خلل في حاسة اللمس أو التذوق. بناء على اللي أنا بعرفه من تقييم الطفل بحط له البرنامج وبحط الأهداف اللي هشتغل عليها من خلال جلسات التكامل الحسي. طبعا هنا بيعرض جزء من غرفة وبيعرض جزء من جلسة طفلة والألعاب والأدوات اللي موجودة. شكرا انجينير، يعني الف شكر. زي ما بقول الطفل لو تعلق بمثير معين، طبعا زي ما احنا عارفين ان من سمات التوحد او من اعراض التوحد، لا الغرفة بتكون غرفة كبيرة بس كل ركن عفوا بيكون منفصل او مش منفصل. لا انا بخصص مثلا جزء للمثير البصري، او المثير البصري بيكون موجود عندي. يعني انا لما صممت الغرفه عملت مثيرات بصريه في الارض وفي السقف وعلى كل الجدران، بس مش بتستخدم كلها في وقت واحد.
وفي نفس الوقت بعمل المثير السمعي، بيكون عبارة عن أصوات بس بستخدمها من خلال جهاز مسجل. أنا كنت حاطة في الغرفة جهاز كمبيوتر وبروجيكتور، كنت بستخدم الغرفة دي كمان في جلسات التخاطب. يعني مثلا الطفل لو عايز أعرفه على صوت المية أو صوت المطر، كنت بفتح بروجيكتور أو فيديو للمطر، بيشوف الصورة وبيسمع الصوت. فالغرفة بتستخدم لحاجات كتير جدا. هي متلازمة ريد فعلا بيكون صعب معاها العلاج الوظيفي، ان بيكون فيه يمكن ضمور شوية في العضلات او في اعصاب الايد، بس احنا بنحاول قدر المستطاع ان احنا نساعدهم على استخدام المهارات او على تنمية المهارات. مدة جلسة التكامل الحسي حسب الطفل ممكن تكون ساعة، ممكن تكون 45 دقيقة، ممكن نص ساعة. حاضر هنكمل. أنا فاكرة والله إذا تعلق الطفل بمثير معين فورا بنتقل إلى مثير آخر. يعني مثلا لقيت الطفل اتعلق بركن مثلا من المثير البصري، أو ركز بصره على لعبة معينة، إن زي ما إحنا عارفين طفل التوحد من سماته أو من أعراضه إن هو بيتعلق بشيء معين والفترات طويلة وبيحب التكرار ومش بيحب يبعد عن هذا الشيء. فأنا بالتدريج وبدون عنف وبدون ما يشعر إن أنا ببعده عن الشيء ده، هجذب انتباهه فورا لشيء تاني وهكذا. بالتدريج هلاقي إن الطفل بدأ يقل عنده التعلق بالأشياء، وبدأ إن هو يتقن مهارات أخرى، وبدأ إن هو يكون عنده تنمية بصرية جيدة. يعني بصراحة الغرفة دي الانتظام في الجلسات فيها بتعمل تحسن كبير ملحوظ عند الطفل في كل المجالات. بتساعد، بلاقي مثلا أخصائي التخاطب بدأ يشكر أو بدأ يقول إن الطفل بدأ يتحسن معاه بصريا، وبدأ يتحسن في التركيز، وبدأ يطلع كلمات أو أصوات. هلاقي بعد كده أخصائي مثلا العلاج النفسي أو العلاج السلوكي بدأ برضو يقول إن الطفل اتحسن كتير. هلاقي معلمة الفصل أو الأسرة بدأت تقول إن الطفل بدأ يتحسن بمجرد البدء في جلسات التكامل الحسي. طبعا مدة استخدام التكامل الحسي لغاية ما أحس إن الطفل اتحسن، الأشياء اللي فيها خلل عنده اتحسنت، سواء أشياء بصرية أو سمعية أو حسية، لغاية ما أحس إن الطفل اتحسن سلوكيا وأصبح قادر على التواصل وأصبح قادر على التعلم، هقدر بعد كده إن أنا أحكم عليه إن هو خلاص مش محتاج جلسات تكامل حسي. لا أستاذ محمود، لازم الطفل بيدخل في البداية مع الأخصائي، ما ينفعش من خلال كاميرا. لازم إن أنا بدخل معاه في البداية وبعلمه كل حاجة وبشتغل معاه من خلال كل المثيرات اللي موجودة في الغرفة. بعدين لما الطفل بيتقن تماما، يعني الأطفال بتتحسن بشكل جيد، بصراحة أنا ما شفتش إلى الآن، يعني ما فيش أطفال من اللي اشتغلنا معاهم، إن يمكن إحنا مستخدمين العلاج الحسي أو التكامل الحسي مستخدمينه من فترة قريبة يمكن حوالي 5 شهور. فبصراحة يعني ما شفتش إن الطفل تحسن تمام لدرجة إن أنا أدخله الغرفة لوحده. طبعا الأسلاك الكهرباء والأدوات الكهربائية اللي بستخدمها بتكون سيف جدا أو آمنة جدا للطفل. لما بروح عند الكهربائي أو بروح محل الكهرباء اللي بشتري منه، لازم بختار الحاجات اللي هي سيف للطفل، ولازم بأكد على صاحب المحل ان الطفل بيتعرض للمس الاشياء دي او مسكها في بعض الاحيان. فما ينفعش ان انا اترك الطفل لوحده تحسبا لاي شيء، يعني لا قدر الله يكون في خطر على الطفل. سعر الاجهزة بسيط جدا جدا، مش لازم نجيب الاجهزة الضخمة اللي هي اجهزة الليزر واجهزة الاضاءات. اللي بيقرر طبعا الجلسة دي الأخصائي أو المعالج أو المدرب، هو اللي بيقرر وهو اللي بيفيد الأسرة. يعني زي ما قلنا إن الأخصائي المتميز أو الأخصائي اللي عنده ضمير أو الأخصائي المخلص في عمله لازم بيبلغ الأسرة بكل حاجة بيعملها وبكل حاجة بيطبقها مع الطفل، علشان خاطر الأسرة تكون عون أو تكون دعم للأخصائي أو للمركز في تدريب الطفل أيضا من البيت. هنشوف مقطع الفيديو اللي قدامنا دلوقتي. مش هطول عليكم عشان السحور. طبعا انا عندي الطفلة من متلازمة داون، بتعمل علاج بالتكامل الحسي.
مع أخصائية علاج وظيفي. أنا الصوت كده واضح يا جماعة؟ معلش عفوا، النت قطع ورجع تاني. تمام، عندنا طفلة متلازمة داون بتعمل جلسة علاج بالتكامل الحسي. طبعا أنا جايبة الفيديو ده علشان تشوفوا طرق تدريب التكامل الحسي أو طرق التنبيه، عشان المقاطع اللي قبل كده كانت أطفال كبيرة وأطفال ما شاء الله يعني متقنة للتدريب بشكل كويس. يمكن الطفلة هنا عمرها سنة. اللي أنا عايزة أقوله من خلال الفيديو ده إن أنا مجرد ما بكتشف أي مشكلة عند الطفل في النمو أو مشكلة في التطور الحركي أو التطور العقلي أو اللغوي، ببدأ بالفور إن أنا أبدأ معاه جلسات التكامل الحسي. بتساعد جدا على تنبيه الطفل وبتساعد على تنمية الحواس. طبعا شايفين الطفلة قد إيه صغيرة، هنا بتخليها تمسك عجينة صلصال علشان الإحساس واللمس عندها، وهنا في بعض الصور وبعض المثيرات على الجدار بتقوم بتمرير الكشاف عليها. طبعا شايفين هنا بتقوم بلمس الجسم بأشياء خشنة أو أشياء ناعمة. طبعا هنا بتعمل تنبيه بصري إن هي بتحرك لعبة أو مثير بصري للعين عشان المتابعة البصرية والتواصل البصري. يمكن التدريب ده اللي هو بيساعد الطفل على الجلوس. حضرتك صغيرين بس الإدراك والتنبيه مهم جدا. عايزة أقول لكم معلومة، إحنا إن شاء الله قريب هنعمل دورة عن متلازمة داون. أطفال متلازمة داون اللي هم بدأوا التدريب أو بدأوا العلاج مبكرا من عمر شهرين، قدروا إن هم يتطوروا عقليا بشكل طبيعي والتحقوا بالمدارس بعمر طبيعي مع الأطفال الطبيعيين. فطبعا كل ما بنبه الطفل مبكرا وكل ما بيكون في تدخل مبكر كل ما بيكون في استجابة أفضل وكل ما بيكون في فرصة أكبر للشفاء بإذن الله. طبعا ده جزء من تدريبات الاتزان. التمرين ده بيساعد على الحبو أو بيساعد على التطور الحركي للطفلة. طبعا ممكن أستخدمه مع أطفال متلازمة داون أو أطفال الشلل الدماغي، بس طبعا التدريبات دي كلها من خلال الفيزيوثيرابي أو أخصائي العلاج الطبيعي أو أخصائي العلاج الوظيفي. وإن شاء الله ملفات الفيديو ملفات الوورد هنبعتها إن شاء الله على الجروب. لا، البرجر مش مفيد بالنسبة له التكامل الحسي قوي، لكن ممكن أستخدمه علشان التواصل الاجتماعي. ممكن أدخل مجموعات أطفال من متلازمة البرجر أو أطفال البرجر مع أطفال عادية الغرفة، إن هم مثلا يشاهدوا فيلم عن طريق عرض البروجيكتور أو يستمتعوا بألعاب تنمية الحركات الدقيقة أو العضلات الكبرى. يعني ممكن إن أنا أعمل ترابط بينهم، لكن الغرفة دي مفيدة جدا لأطفال التوحد، الأطفال اللي عندهم ضعف زي ما قلنا في التواصل البصري أو الاشتباه البصري، الأطفال اللي عندهم ضعف أو خلل في حاسة اللمس، الأطفال اللي عندهم خلل في حاسة التذوق، والأطفال اللي عندهم خلل في الاتزان. فبالتالي الغرفة مش بتكون مفيدة أوي للأطفال الإسبرجر. في أي سؤال تاني؟ طفل بيرمي الأكل. الطفل طبعا لما بعمل معاه علاجات مختلفة وتدريبات مختلفة بعلمه تنمية المهارات وبعلمه بعض الألعاب وبعض الحاجات مثلا زي لطم الخرز أو زي تركيب المكعبات أو تركيب الحلقات، ويكون في تواصل بينه وبين الأهل أو تواصل بينه وبين الأسرة المحيطة، هتقل عنده السلوكيات دي اللي هو زي رمي الأكل أو زي الضرب أو زي وضع الأشياء في الفم. بالتدريج هلاقي الحاجات دي بدأت تقل عنده أو بدأت تنقص عنده، إنه بدأ يهتم بمهارات أخرى مفيدة أو بدأ يتعلم حاجات اكتسبها من خلال الجلسات بشكل أفضل. في أي أسئلة تاني؟ ممكن أنا بدخل يعني مثلا ممكن أدخل معاه أخصائي التخصص
مثلا او اخصائي تنميه المهارات علشان بيشوف تفاعل الطفل في الغرفه، ده بيفيده طبعا في جلسته مع الطفل. ممكن كمان بيحضر معايا اخصائي العلاج الطبيعي، او ممكن اخصائي العلاج الطبيعي او العلاج الوظيفي هو اللي بيقود الجلسه، واحنا كاخصائيين تانيين بنحضر معاه عشان نشوف استجابه الطفل وتفاعل الطفل مع الاشياء، ونسجل ملاحظاتنا عن الطفل، او ممكن نضيف اشياء احنا محتاجين، مثلا ان الطفل يجيد مهاره المسك، او محتاجين الطفل يجيد مهاره التسلق، او مثلا مهاره العد، او مهاره اللمس. فانا بضيف طبعا من خلال البرنامج اللي انا بكون عاملاه للطفل، ان احيانا الطفل اللي بيكون ملتحق بمركز بيكون ليه برنامج خاص بالعلاج الوظيفي، وبرنامج خاص بالتخاطب، وبرنامج خاص بتعديل السلوك. غالبا هتكون مجموعة البرامج دي مترابطة في أهدافها، مترابطة في خطواتها اللي أنا بطبقها مع الطفل، فلازم أو يعني من المفضل يكون في مشاركة أثناء الجلسة بين الأخصائيين المختلفين بالمركز، علشان كلنا نتفق على حاجة واحدة للطفل. في أي أسئلة تاني؟ بالنسبة لتطوير الحالة أثناء الجلسة، إحنا مثلا عملنا استفتاء، أرسلنا استفتاء لكل أسرة من المركز، هل الأسرة موافقة على تصوير الطفل عامة؟ يعني مثلا في مراكز بتحب تنزل صور لأطفالها على الإنترنت أو كده، ففي بعض الأهل وافقوا على التصوير وبعض الأهل رفضوا، فعملنا جدول في الساحة الخاصة بالمركز كتبنا فيها أسماء الأطفال اللي مصرح ليهم بالتصوير، علشان بس نكون يعني إحنا بنحترم حقوق الأهل وحقوق الطفل، وما نعملش أي حاجة طبعا تخالف ربنا أو تخالف ضميرنا أو تغضب الأهل. تمام، إحنا زي ما قلنا القصص هي بتكون قصة واحدة بيقوم بيها أخصائي العلاج الوظيفي أو الأخصائي النفسي، إن هو بيحط مثلا إن الطفل عنده مهارات الانتباه ومهارات التواصل البصري، فده طبعا اللي أنا بعمله. يعني في أطفال بتعمل لها برامج خاصة، جلسات التكامل الحسي او جلسات السنسوري، وفي اطفال بتستمد الجلسه بتاعتها من خلال برنامج التخاطب او برنامج تنميه المهارات. لا للاسف ان في بعض استاذ عماد بيسال هل هو مكلف ماديا، للاسف ان في بعض المراكز بتضيف حساب جلسه التكامل الحسي بمفردها، ان وفي بعض الاطفال او بعض الاسر اللي بتجيب الطفل فقط ياخد جلسه تكامل حسي، يعني بيكون الطفل ملتحق بمركز آخر أو ملتحق بمكان تاني، بس المكان ده مش متوافر فيه غرفة التكامل الحسي أو غرفة السنسوري روم، فالأسرة بتجيب الطفل عشان ياخد جلسة مفردة، فبيكون ليها سعر خاص غالبا بيكون مرتفع شوية، إن الخدمة للأسف يعني ما زالت غير متوفرة بكثرة، أو ما فيش كمان فنيين أو أخصائيين على دراية بطرق استخدام الغرفة أو طرق استخدام المثيرات مع الطفل. فللأسف إن بعض المراكز بتستغلها استغلال سيء، وبترفع في أسعار جلسة التكامل الحسي أو غرفة التنبيه الحسي. فعلا أستاذ عماد، يعني أنا بعد ما صممت الغرفة عملت دورة تدريبية للأخصائيين والمعلمات بالمركز عن طرق استخدام الغرفة، وقمنا بالشرح على كذا نموذج من الأطفال، يعني جبنا مثال للطفل بطيء التعلم أو الطفل اللي ما عندوش انتباه وما عندوش تركيز، جبنا مثال لطفل التوحد اللي بيرفض الغرفة، استخدمنا كذا مثال فعلا علشان نتقن طريقة الاستخدام، والحمد لله يعني نتمنى كده التوفيق للجميع باستمرار. الطفل اللي بيقفز باستمرار وطفل فرط الحركة، بصراحة أنا يعني عن نفسي استخدمت معاهم طريقة جميلة جدا، طريقة البطء، ان انا اشتغلت بالبطء في كل حاجه، كل اهدافي اللي انا حطيتها للطفل يعني اشتغلتها ببطء شديد جدا معاه. زي ايه مثلا؟ ان انا وانا واخده الطفل من غرفته على او يعني من الفصل الخاص بيه على غرفه التخاطب او غرفه السنسوري روم، بعمل ايه؟ بمسك ايد الطفل بيطلع يجري مني على السلم، انا بروح ماسكه ايده وبقول له يلا هنعد السلم، ونبدا نعد درجات السلم واحنا طالعين، 1 2 3 4 وهكذا. الطفل شوية بشوية بيركز، شوية بشوية بيهدى، شوية بشوية بيبدأ إن هو يقلد. فطالما إن أنا قدرت أسيطر على الطفل إن هو يعمل معايا التمرين أو التدريب بالأداء دوت، يبقى الطفل هيبدأ إن شاء الله تقل عنده فرط الحركة، رغم إن قلنا في أطفال كتير بتحتاج لأدوية أو علاجات
في التقليل من فرط الحركة أو زيادة التركيز والانتباه. في نموذج تاني استخدمته مع الأطفال، إن أنا مثلا عايزة أعلمه الألوان، فبروح ماسكة طبق أو صحن فيه مثلا خرزات أو بلي زجاجي ملون، وأبدأ مثلا أقول له النهاردة هناخد اللون الأحمر، هناخد من هنا أحمر، ونبدأ ناخد واحدة واحدة ببطء شديد جدا من الطبق، بحيث إن الطفل يكون متابع إيدي ومتابع الخرزة وأنا بحركها من الطبق إلى الطبق الآخر بمنتهى البطء. بعمل التمرين، فالطفل يعني بصراحة أطفال فرط الحركة شوية بيكون في مجهود معاهم في البداية، لكن يعني ما شاء الله في خلال 2 3 شهر الطفل بيكون اتحسن عنده جدا التركيز، وقلت عنده الحركة والتشتت، وبدأ يركز وبدأ يستفيد، بالتالي بيتحسن في التطور اللغوي وبيتحسن في تنمية المهارات بشكل ممتاز جدا لو أنا اتبعت معاه نظرية البطء. طبعا نظرية البطء دي يمكن من اختراعي شوية، إن أطفال فرط الحركة جننوني في بداية العمل أو في بداية شغلي في المراكز، فحسيت إن أنا لازم أعمل حاجة معاهم تخليهم يركزوا. فكانت أول حاجة هي الخطوات أو المشي، سواء على السلم أو المشي في الغرفة ببطء مع استخدام العد من 1 إلى 10. تمام، من كتر ما أنا بطيئة، طبعا أنا مش بس بطيئة في الأداء، أنا بطيئة في الأداء وفي الصوت، وبغير في نغمات صوت، يعني زي ما قلت مثلا وأنا بعد بقول 1 2 3، فبالتالي الطفل بيبدأ يركز. أستاذ عماد بيسأل ما مثل الأشياء، خشن وناعم، نبدأ بالخشن ولا البارد ولا الحار؟ طبعا ممكن وأنا بعمل تقييم للطفل أعرف إن الطفل ده عنده حساسية من الأشياء الباردة، أو الطفل ده مش بيشعر بالأشياء الحارة، عنده الإحساس منخفض بالنسبة لحرارة الأشياء، يعني لو اتعرض لل يعني عفوا لو اتعرض للسع أو الحرق أو كده مفيش عنده أي إحساس بالألم. فأنا حسب ما بشوف الطفل اللي قدامي محتاج إيه وببدأ أدربه عليه. تمام، تغيير نبرة الصوت وأنا بتكلم مع الطفل أو أنا بأدي الجلسة مهم جدا، سواء جلسة تخاطب أو جلسة تدريب أو في داخل غرفة السنسوري روم، مهم جدا نبرة صوتي اللي هي بتجذب انتباه الطفل واللي هي بتخلي الطفل يركز أو تخلي الطفل يفرح أو كده، يعني مهم جدا تغيير نبرات الصوت. يمكن الكلام ده قلناه للناس اللي حضروا معانا دورة التخاطب. في أي أسئلة تاني؟ بشكركم جدا على الحضور، وربنا يبارك فيكم ويوفقكم جميعا. برنامج سانرايز طبعا لو حابين ان احنا ناخد فيه جزء تاني او محاضره تانيه مفيش اي مشكله. طبعا احنا لو دخلنا على اليوتيوب هنلاقي مقاطع كتير جدا، وهنلاقي قصص، يعني لو دخلنا المواقع الاجنبيه هنقرا قصص نجاح وقصص شفاء كتيره جدا لاطفال تم علاجها بنظام سانرايز، وانا عارفه ان هو عاجبكم جدا، وانا عن نفسي معجبه بيه جدا، وزي ما قلت لكم ان انا بطبقه مع كل اطفال التوحد ومع اطفالي، وان شاء الله كده يكون كله بالفائدة وبالنفع للأطفال. معلش أنا آسفة جدا ما أقدرش أتكلم في أي حاجة بالنسبة للأدوية، يعني حتى لو نصحت بدواء معين بقول يعني لازم طبيب، طبعا أنا مش طبيبة، فلازم طبيب هو اللي يتكلم في جزئية الأدوية، وبصراحة الدواء ده أنا ما سمعتش عنه. يا ريت حضرتك تستشير طبيب مخ وأعصاب أطفال، إن في فرق بين طبيب مخ وأعصاب كبار ومخ وأعصاب أطفال. طبعا استاذه سمر بتسال، في القاهره في طبعا غرفه التكامل الحسي السنسوري روم في مركز الاستاذ الدكتور كمال شكري في المهندسين او في الدقي، انا مش متذكره، بس لو كتبنا على جوجل مركز الاستاذ الدكتور كمال شكري اللي هو كان عميد كليه العلاج الطبيعي من حوالي 5 سنين، هو عامل اكبر مركز يمكن في مصر كلها، وغرفة السنسوري روم أهداها ليه والد طفل، يعني كان الطفل سعودي الجنسية وتم علاج الطفل، وكانوا عاملين ركن صغير للتكامل الحسي، يعني ما كانتش غرفة كاملة، كان ركن صغير، ولما الطفل تحسن واستجاب للعلاج فوالد الطفل أهدى المركز تصميم الغرفة هدية على حسابه الخاص، والغرفة موجودة حاليا وبتتم فيها جلسات بشكل جميل جدا تقريبا في المهندسين. انا زرت المركز بصراحه من 4 سنين فمش متذكره. ان شاء الله في النهايه باذن الله هنحط لكم نماذج خطط تعليميه وتربويه لاطفال التوحد، هنحط نماذج او اهداف قصيره، هنحط خطط سنويه وخطط فرديه، يعني باذن الله انا في يعني كل ده ناوي عليه باذن الله، بس انتم ذكروني اذا نسيت وسامحوني اذا اخطات، وربنا يوفقكم جميعا.
أنا زي ما قلت قبل كده، يعني في موقع مهم جدا اللي هو موقع مدونة الأستاذة سمر خالد عن التوحد، وفي كمان موقع أطفال الخليج. كل حاجة إن شاء الله هبعتها لكم مع أستاذ طارق، وهتكون موجودة في الجروب الخاص بدورات التربية الخاصة التابع لأكاديمية ملتقى الدارين. بشكركم جدا على الحضور، وأتمنى كلكم تكونوا استمتعتم النهاردة واستفدتم، وإن شاء الله نتقابل على خير الأسبوع الجاي. تصبحوا على خير.